بما انك بوك تيوبر من وجهه نظرك ايه احسن او ايه اكتر الكتب اللي السنه دي في المعرض شدتك ولازم لازم الناس تنزل تشتريها؟ يمكن اللي شدني السنه دي قوي الترجمات، الكتب المترجمه، الكتب المترجمه خصوصا الروايات. يعني احنا عندنا مثلا السنه دي اللي هي 2019 اعلنوا عن جائزه نوبل للاداب للسنه 19 و18. كانت كاتبه بولنديه وكاتب من النمسا، هم اللي حصلوا على الجائزه. الكتب بتاعتهم مترجمه في المعرض السنه دي، ويمكن من كذا دار نشر كمان. فدي حاجه كويسه جدا ان انت تعرفي اللي واخد نوبل الاداب ده واخدها ليه وباللغه بتاعتك. فسرعه الترجمه دي حاجه كويسه جدا. وغير كمان الروايات، في ترجمات. تقدر تقول لنا اسماء الكتب دي؟ يمكن الروايه اسمها رحاله، دي اللي فازت بجائزه نوبل للاداب في 2018، وبيتر هاندكا ده اللي فاز بنوبل الاداب 2019. ليه بقى روايات كتير عن دور نشر كتير. هايل جدا.